كرة الطائرة تتكون من 6 لاعبات. هاي اللعبة عندنا للأسف مو كلش شعبية، فاللعبة مو هالقد مشهورة عندنا وما عندنا لاعبات هواية باسم محافظة كربلاء. بالنسبة للمجتمع قبل كان يعني نشوف انه صعوبة شارك المرأة فعاليات اكثر من رياضة، فهسه نلاحظ لا زين نشوف مشاركات والاهل يعني متقبلين وهم بالعكس هم يشجعون اللي يمارسون الرياضة. ما كنا نشوف هواي لاعبات، ما كنا نشوف اقبال اصلا الكلية التربية الرياضية، لكن حاليا اكو معوقات، لكن نشوف اكو اقبال اكثر صار من السنوات القديمة لكلية التربية الرياضية. بهذا نستنتج انه ممكن المجتمع مع الايام الجاية يتقبل رياضة المرأة وسلط الاضواء علينا. المرأة مثل ما نشوف تقدر تشارك هواي ألعاب مو بس الطائرة، بأي لعبة تقدر تشارك؟ دا نشوف إحنا الريشة أكثر شيء يميلونها البنات باعتبار لعبة فردية وحلوة. شاركنا بعدة بطولات ويا جامعات مثل جامعة كربلاء وأخذنا المركز الأول بالكرة الطائرة، وشاركنا خماسي أيضا كذلك لعبة المنضدة شاركنا بها ببطولة أخذنا المركز الأول والثاني. بهذا نستنتج أن المرأة تقدر تشارك كل البطولات بس لو شوية المجتمع يسمح لها وتقدر تأخذ مراكز حالة حال بقية النساء بكافة العالم. واحنا كفريق نسائي نلعب كرة الطائرة بكربلاء نتمنى انه ياخذون نظرة علينا نظرة جدية وتسلط الاضواء علينا وتكون لنا بطولات داخل او خارج المحافظة ويكون لنا يعني اسم نقدر نرفع به اسم محافظة كربلاء مثل بقية المحافظات. خوش حكي احنا نحكي.